انبنت حياة الإنسان على الابتكار والأفكار العظيمة اللي خلتها يتقدم ويتطور، مثل توظيف قوة الطبيعة بحياته اليومية، ومنها نقل المياه من النهر بالناعور اللي هي أول طريق اخترعها لرفع المياه من النهر إلى الأراضي الزراعية. شكلها الدائري اللي يدل على الاستمرار وحركته اللي تشبه عزف الموسيقى. راح نبدي مدينة اشتهرت بنواعيرها وتعد من أقدم المدن في العالم، واللي يمتد جذورها لأكثر من 3000 سنة. راح ننطلق اليوم من مدينة حديثة العراقية. على بعد 280 كيلومتر من بغداد اتجهنا اليوم إلى حديثة حتى نستكشف معالمها التاريخية والحضارية والأثرية، بنفس الوقت نستكشف عيون الكبريت. لكن لما ردنا نبدي ببداية عيون الكبريت ومين تبدي هذه العيون، أهالي المدينة دلونا على مكان. هذا المكان راح يكون هو المنحى الاستثنائي بحلقتنا هذا اليوم. أحفاد الرسول المعجزة الإلهية اللي مرات تخلينا نفكر بطريقة انتشارهم ببقاع الأرض وطريقة نشرهم للرسالة المحمدية وتعاليم الدين، موضوع آخر يستحق البحث. لما جيت ووصلت إلى مكان السيد الصميدع أو سيد محمد أو السيد محمد حديد اللي هو لين الحديد وكان يعجن الحديد، يصحوا له عجان الحديد. هذا الشخص اللي يعود ذريته إلى ذرية الإمام موسى الكاظم عليه السلام اجى لهنا حتى يحارب الأعداء المسلمين اللي موجودين هنا، وكانت إلى عدة قصص موجودة، لذلك أسلافه موجودة هنا. وأكو بير، أكو قصة، هذه القصة هي من بدايتها ردنا ننطلق على منطقة العيون اللي موجودة. أكو بير هنا، لما سألتهم وين بداية عيون الكبريت بمنطقة حديثة قالوا لي بهذا المكان. هذا المكان ببير يمتد إلى 8 كيلومتر حسب ما افتهمت من ساكني هذه المدينة. السيد الصميدع لما وصل هنا كان ويا عبد اسمه عبد ريحان، هذا هو العبد الخاص بالسيد. لما اجوا هنا باحدى المعارك رادوا يعني عطشوا رادوا مي، لما اجوا هنا حفره او داس القاع برجله بقدمه انفتحت بعض العيون، هذه العيون توصل او انفتح بير. هذا البير وصل من هذا المكان الى 8 كيلومتر تقريبا، يمتد الى العيون اللي موجوده بوادي الحجلان اللي احنا راح نروح نبدي بيها. فعلى هذا الأساس كانت هذه المحطة هي المحطة يمكن محطات المميزة اللي راح تكون ببرنامجنا المستكشف. وارجع واقول لكم يمكن برنامجنا هو اسمه المستكشف، لكن لما نروح نستكشف هواي شغلات ممكن تكون اجتماعية، اقتصادية، دينية، تاريخية، حضارية وحتى طبيعية. وادي حديد اللي تسمى اسمه على عجان الحديد أحد أحفاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. هذا الوادي يعتبر أحد ممرات السيول بالغربية، وبنفس الوقت مكان ينابيع عذبة وعيون كبريتية وكهوف لا تعد ولا تحصى. حاليا احنا بالمكان اللي قلت لكم عليه هو البير والكهف اللي موجود هنا. هذا هو مكان البير، مياه العذبه اللي موجوده، حتى اكو ماطورات موجوده لكن البير مسدود، يعني مسدود الكهف والبير لدواعي امنيه. هذا الوادي اللي احنا به هسه وادي جي بي سي ال اسمه وادي حديد على اسم الشيخ الحديد، هو نفسه السيد اللي موجود فوق مرقد السيد.
المكان الكهف اللي موجود جوا طوله تقريبا 8 كيلومتر حتى يوصل الى العيون الكبريتيه، لان اكو جوا عيون كبريتيه. الشباب من اهالي حديثه قالوا لي انه حتى اكو هنا اسماك موجوده بهذا الكهف بالبرك اللي موجوده بها مي، وهذه الاسماك ما موجوده بغير مكان. لكن يعني مع الاسف بسبب الدواعي الامنيه بمدينه حديثه الكهف مسدود واغلب الكهوف مسدوده يعني، وعليها مراقبه ومتابعه وصعب انه احنا ندخل لها. حاولت انه ادخل لكن يعني شو اسمه شفت الموضوع ما بي مجازفه انه ما راح اقدر حتى اصور لانه الكاميرات ما راح تدخل لهذا المكان. حديثة مو بس مدينة صحراوية موجودة بقلب الصحراء، حديثة عبارة عن واحة خضراء نمت وعاشت على الفرات العذب، وهالشي خلى التنوع الحيواني والنباتي بسلم ينافس المدن بالسهل الرسوبي أو وادي ما بين النهرين. مستمرين باستكشافنا بحلقتنا لهذا اليوم من حديثة بالحد الصخري اللي موجود بهذه المدينة، وانتقلنا من وادي حديد إلى وادي الحجلان، هذا الوادي اللي يمتد من بداية حديثة إلى نهايتها. مثل ما تعرفون أنه حديثة عبارة عن سلسلتين من التلال، سلسلة شرقية وسلسلة غربية، ويقع نهر الفرات اللي يشق هذه السلسلتين إلى جزئين، يقسم حديثة إلى جزئين. والعيون الكبريتية هي من أهم المكانات اللي موجودة وكونت طبيعة حديثة. 12 عين تقريبا موجود فقط بوادي الحجلان، واكو بعد عيون هوايه موجوده بعده اوديه وعده كهوف مثل ما قلت لكم، لكن اللي يميز هذه العيون هي الطبيعه اللي موجوده بوادي الحجلان الصخري الغريب، بالاضافه الى الطبيعه البريه، الطيور المهاجره اللي تجي هنا للشتاء، المي اللي تمتزج المياه الكبريتيه ويا نهر الفرات حتى يعني يصبن بنهر الفرات. المياه الكبريتية انتم تعرفون هي عبارة عن مياه تطلع من الارض، وهذه واحدة من العيون اللي موجودة هسه بصفي، يمكن تسمعون صوتها، تنطينا مي يحتوي على نسب عالية من الكبريت حتى تعالج الامراض الجلدية والروماتيزية بالاضافة الى الام الجسم. يقصد هنا هواي ناس من السواح بالاضافة الى اهل المدينة لهذه المنطقة حتى يتعالجون، بالاضافة الى ان تكون منطقة استجمام مو طبيعية. بالصيف يسدون هذا المكان بحيث يعزلون المي عن الدخول الى نهر الفرات، وتصير هذه المنطقه اللي انا بيها دار مدار عباره عن بحيره يجي كل الناس هنا يسبحون بيها بالصيف حتى يتعالجون، اما بالشتاء بسبب السيول، لانه وادي الحجلان تجي سيول من الباديه، تجي سيول من الجزيره العربيه، تجي سيول من الهضبه الغربيه، كلها تجي تمر بهذا الوادي. لذلك وادي الحجلان ينفتح المي عنه حتى لا تغرق او لا تروح السيول باتجاه اخر، تبقى مستمرة بهذا مكانها. يتمتع هذا الوادي بأحد المعالم المعمارية اللي تتميز بيها مدينة حديثة، الجسر العباسي اللي يوصل بين ضفتي الوادي أثناء السيول، ويتزين بألوان هواية حسب نوع الكبريت اللي يطلع من العيون اللي تنتشر على جانبي هذا الوادي، وكل موسم إلى صورة شكل. شيء مميز من يكون عندنا هالتنوع الجغرافي الفريد من نوعه. طبعا حاليا انا قوة قاعد بهذا المكان بسبب العيون، كثرة العيون بهذه المنطقة. الشباب هنا بحديثة قالوا لي اكو 12 عين، بس اذا احسبن هنا اكو
10 15 عين موجودات بس في هذا المكان اللي انا بي، او يمكن هي هاي وحدها تعتبر تعتبر عين. نسبه الكبريتيد الهيدروجين، طبعا غاز كبريتيد الهيدروجين من الغازات السامه، لكن نسبه الكبريت اللي موجوده بالمياه ما تتعدى سماحيه الغاز ان يكون غاز سام، وانما تكون غازات معالجه. لذلك احنا نشتم ريحه الكبريت الكريهه، لكن مو اللي ممكن تسبب لنا اغماء. بس اذا ظلينا مستمرين بهذا المكان لفتره طويله اكثر من اللازم، معناتها استنشقنا كميه كبريتيد الهيدروجين بكميه عاليه، هذا راح ياثر علينا وعلى حياتنا. راح اجرب انه انا ادخل بنص المي، لانه المي شويه دافي، احنا بعز الشتاء والدنيا كلش بارده، لكن المي شويه بيدفو، يعني باقي بيدفو بسبب العيون الكبريتيه اللي تطلع من قلب الارض الحار. وياي عمر من حديثه، حياك الله عمر، شلونك؟ حياك استاذ احمد، حياك. هذا شنو اسمه الخسف؟ الخسفه هاي يعني هي حسب ما يطلق عليها من اهالي المنطقه، هي تسمى خسفه سلمان الروزه، لانه هي اكو قصص وروايات حسب تسميات الخسفات اللي موجوده بالمنطقه، لانه المنطقه بها تقريبا 54 خسفه مسجله رسميا. اخر خسفه تسجلت هي بمنطقه بزون اللي قريبه من الكيثري، لكن الخسفات اللي المشهوره بالمدينه هي 3 خسفات، والاكثر شهره من عندها خسفه ام الجماجم وخسفه سلمان. هنا قلت لي انت دير بالك من نسبه الاكسجين اللي موجوده هنا، لان نسبه الاكسجين راح تكون قليله. شنو التوصيات اللي تقول لي بيها حتى انزل؟ هنا بالخسفات انه لما تنزل يعني تكون نسبه الاكسجين قليله جدا، اضافه الى انه لازم تحذر، اخاف تطلع افاعي، اخاف يعني امور اخرى تطلع من جوا. هنا لازم تكون اكثر حذر قبل النزول داخل الخسفه. راح تنزل وياي؟ راح ينزل أيوب وياك. احنا راح ننزل هسه حاليا للخسفة، محضرين يعني معدات بسيطة، ما راح يعني نكلف نفسنا. هي شوية اكو صعوبة بنزلتين، والباقي شوية تكون نزلك سهلة، فابقوا ويانا بتفاصيل نزلتنا انا وياكم، وراح نكمل. اذا ما صعدت وختمت الحلقة قولوا هذا ما تجوه. يلا باي باي. هذه اللحظات كان كادر العمل مستمتع بالمغامرة، بس مو مغامرة النزول لقلب الخسف، كان مستمتع بلحظات خوف أحمد المطيري وهو بين مقتنع ينزل وبين ما مقتنع شلون راح يصعد. يمكن المايك قدر يلقف دقات قلبه، بس كاميرتنا كانت إلى بالمرصاد خطوة بخطوة للنزول. حاليا احنا وصلنا الى منتصف المسافه بالخسف. بصراحه الولد قال حذروني انه ما انزل بعد اكثر، لانه بعد اكو قد هاي المسافه اللي زلناها انا اقدر انزل بسبب الافاعي والحيوانات الزاحفه، لكن احنا جازفنا ونزلنا واستكشفنا المكان. فاحلى شيء لما نقول احنا وصلنا لاخر نقطه موجوده بالخسف. يلا تعالوا وياي. طبعا وصلت الى اوطى نقطه موجوده هنا بهذا الخسف، وتقريبا اكو كهف وراي واكو مغاره جوا، لكن احنا صعب كبشر ننزلها وحدنا بالمعدات البسيطه اللي احنا جبناها، حبل او مثلا هذه الكشوف او واحد مساعده الثاني. لذلك احنا راح نتوقف في هذا المكان، نكتفي بهذا المكان. اكو عيون تصعد، هذه العيون خلال المواسم وتنزل خلال مواسم، بالاضافه الى انتم دا تشوفون هذه الحيوانات اللي ميته، او مثلا ريش الحمام، هذا كله هو بسبب وجود الافاعي اللي تعيش بهذا المكان. المكان كلش خطر، ما انصح اي واحد يجي يدخل اليه، يعني ما انصحكم مثلا لو تشوفون البرنامج وتجون تحبون مثلا تكتشفون المكان او تغامرون مثل هيك مغامره، الا بوجود
ناس دايشين هذا المكان وشايفين مثل ما الولد هم هذه ولد مدينتهم ولد منطقتهم يندلوها ويعرفون يقولوا لي روح هنا اوقف هنا لا تنزل هنا. كل هذه التفاصيل لازم انتم تحذرون من عندها، يعني مو مثلا تجي سياحة قبل الخسف. بالنسبة للخسف الثاني ما قدرت اوصل له بصراحة، اللي هو خسف ام الجماجم اللي بي حتى مثل واحد جوا واكو خيمة موجودة هناك، كان صعب انه اني اوصل له بسبب انه اصلا حتى حبل ما يصير ننزل بيه جوا الا اكو فد أداة تنزلنا لجوا وتصعدنا لجوا، كان هذا الشيء كلش خطر علينا وعلى كادر العمل اللي تعب بهذا الموضوع. تجربة كلش ممتعة جربتها هسه بنزولي لهذا المكان وصعودي، لكن كلش متعبة. و أشكر بصراحة الشباب اللي موجودين بحديثة اللي ساعدوني، أيوب عمر محمد بالتصوير، كل الشباب اللي ساعدوا بهذه الرحلة وحتى أمنوا لي هذا المكان، لأنه المكان بصراحة هو مكان خطر أول شيء يعني بيئيا، ثاني شيء مكان خطر همين أمنيا، يعني بنفس الوقت صار اتصالات ونداءات على العمليات الموجودة هنا غرفة العمليات. شكرا لهم على هذه المساهمة، بالأول والأخير هي مدينتهم، يعني هم هذا الشيء دي يشتغلون مدينتهم حتى يشوفوها بأحلى صورة. ما بين ضوء الشمس وطبقات الحجر تبدي وتنتهي القصص، ويستكشف الإنسان الأرض مع كل قصة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم واللي تمثل بداية لرحلة قادمة. انتظرونا بالحلقة الجاية ومع السلامة.